قررت ميالي تكليف محامي دولي خارج أرض الوطن سيتولى رفع القضايا الدولية الضرورية، قضية عنيف ضد زينب النائب زينب السفيري، قضية عنيف ضد عبير موسي، نداء عاجل للأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان في الساعات القليلة القادمة، الدخول في مفاوضات وعلاقات داخل البرلمان الإفريقي وفي المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وإرسال وفد من أعضاء الكتلة البرلمانية للحزب الحر لعدة مؤسسات دولية، ندوات صحفية في كل أنحاء العالم، والشكاية للاتحاد الدولي للصحفيين ضد من احترفوا تحريف الحقيقة ونشر الأخبار الزائفة لدى العموم، مراسلة سفارة الولايات المتحدة الأمريكية حول المعلومات التي أعلنها رئيس حزب لا يؤمن بالنظام الجمهوري حول الضوء الأخضر الأمريكي لتصفية عبير موسي من حزبها، والتدخل الأجنبي في المؤتمر المقبل للحزب الدستوري الحر. تعليقك على هذا التصعيد اللي قام به الحزب ونيته التوجه للقضاء الدولي والفرنسي ويعني مراسلة سفارة الولايات المتحدة الأمريكية. إذا السيدة عبير موسي بالنسبة لها القضاء الفرنسي ولا السفارة الأمريكية هي اللي نجم نجيب لها حقها فيما تعتبره هي حقها السيدة عبير موسي في تونس، هي حرة تنجم ترفع القضايا وين تحب. هذا مشروع منى تدعمها بليتها، والله مشروع معناها مشروع يحمل هكا رؤية وكل شيء معناها. يعني عندك قضاء في بلادك، عندك مؤسسات مشروع قانوني ولا تدويل القضايا، هي تنجم تدول القضية لو كان تحب تدولها، لكن أنا فهمت مشروع من ناحية أخرى معناها بروجي مشروع من ناحية أخرى ما نعتقدش اللي هي بالنسبة لها للبلاد هذه حاجة نجم تقدم بينا اليوم في شيء ما. السيدة عبير موسي تعتبر نفسها ضحية للتصعيد، زاد السيدة عبير موسي زمنا نقولوه هي مصعدة رقم واحد لكل ما يجي اليوم. هذا ما يبررش لي احنا نرجعوا بالعنف على العنف، احنا هذه حاجة متفاهمين فيها، لكن إذا مش نحكيه على تصعيد اليوم، أنا بالنسبة لي السيدة عبير موسي ملكة التصعيد اليوم في تونس، ملكة شو اليوم في تونس، ملكة اللايف اليوم في تونس. ديما نرجع ونقول أنا ما ريتش السيدة عبير موسي تدافع على مسائل مبدئية، ما ريتش السيدة عبير موسي بهذا التصعيد في مسائل تهم الحقوق والحريات، ما ريتش السيدة عبير موسي منخرطة في مسار انتقالي يقبل الجميع رغم اللي أنت تنجم تنقد الجميع، ما ريتش السيدة عبير موسي مؤمنة بمؤسسات الدولة بما فيها القضاء التونسي، ريتها تذهب نحو تدويل القضية. إذا هذا هو المسار اللي تراه اليوم السيدة عبير موسي كهو تنجم ترفع القضايا وين تحب، كان أعطاها حقها وتحب أنه دوليا جينا أوامر من سفارة أمريكية ولا فرنسية وما إلى ذلك. إذا هذه هي رؤيتها السيدة عبير موسي للدولة التونسية ولمؤسسات الدولة التونسية ولكيفية التعامل داخل الدولة التونسية، شوف أنا أعتقد أن السيدة عبير موسي اليوم ما عادش تؤمن فقط بأنها هي في سبيل شخصها هي داخل الحزب، خاطر أنا ما زلت ما نعرفش صراحة شكون يحكي معاها في الحزب. أنا أمس في الجزء فاجأتني حاجة اللي هي حبت تدخل بالهاتف باش تعطي مقترحات تعديل، بهالي ما حضرتش أمانة عليه ما عندكش في الكتلة حد آخر أنت؟ يعني أنت حتى داخل حزبك لا، هو مقترح الكتلة يعني لما طالبت رئيسة الجلسة أنه شكون يعني باش يدافع عليه من كتلة الدستوري الحر، الأصر أنه عبير موسي هي من يدافع عن المقترح. يعني كان ما تكلمتش عبير موسي، أنا كحزب كحزب حر دستوري أتخلى عن تقديم مقترحاتي ورؤيتي في مسألة تهم المحكمة الدستورية وما نعتبرها صحيحة وموجودة إلا إذا نطقت بها السيدة عبير موسي. أنا حقيقة تفاجأت إذا باش نحكيه على الحزب الدستوري وعلاقته تاريخيا بمؤسسات الدولة، ما نجمش اليوم نعطي بلاصة السيدة عبير موسي وين موجودة بالضبط، لا أمس ولا اليوم. نحكيه على المحكمة الدستورية، أنا في رؤيتي لحزب يسمي نفسه دستوري يظهر لي كانت الأدرى والأحرى يتضرب بالبوني على رؤيتها هي للمحكمة الدستورية. سيدة عبير موسي بالنسبة لي إذا احنا باش نخفضوا الأصوات ما هو مش يدخلوا الخوانجية المحكمة الدستورية، إذا أنت عندك مسألة مبدئية مع الخوانجية ما يدخلوش المحكمة الدستورية. سيدي هاي نحكي بلغة سيدة عبير موسي، شبيك ما دفعتش على هذا المبدأ؟ يعني يا أنت يا لأحد،
حتى حد آخر من الكتلة متاعك ما ينجم يعطي المقترحات حتى هو معارض أنك أنت ما تتدخلش، أصبحت مسألة تدخلها هي أهم من مسألة المحكمة الدستورية. بشنو تعليقك منى على أنه يعني عبير موسي في الفيديو اللي نشرته على صفحتها تقول أنه يعني ستشتكي راشد الغنوشي إلى سفير الولايات المتحدة الأمريكية لأنه راشد الغنوشي يقول أنه الولايات المتحدة داعمة ليه وداعمة لحزبه وداعمة لسياسة حزبه، بالتالي باش تراسله في إطار استيضاح موقف السفارة. وخش قال من راشد الغنوشي هذا؟ هي هذا ما اعلنت عنه في فيديو نتاعو، تقول انه راشد الغنوشي يقول انه يعني امريكا تدعم المسار في تونس، ربما عنده علاقه حزبه عنده علاقه بالولايات المتحده. هذا الكلام سمعناه من السفير الامريكي، وصحيح سفير الامريكي ما بين الاشخاص اللي مشى وقابلهم السيد راشد الغنوشي وقابلهم حتى في البرلمان، هذا ريناه وشفنا شفنا البيان اللي خرج على اثر ذلك، وشفنا السفير الامريكي زادها السفارة الامريكية تحدثت عن ذلك، ماهيش حاجة جديدة في البلاد انه الناس تدعم المسار الديمقراطي والانتقال الديمقراطي. نحكيه على الدعم مسار ديمقراطي، ما نحكيوش على تدخل مباشر في السيادة الوطنية. دونك هي تحب تعمل كيف اللي زعم مطلب للنفاذ المعلومة، كان يفهمت احمد للسفارة الامريكية باش تقولوا شني علاقتك بالضبط للغنوشي استيضاح. باهي، اذا باهي، علاش لا، خلي السفارة الامريكية تجيب السيد عبير موسي على طبيعة علاقتها بالغنوشي، الغنوشي فقط، هذا اللي اوردته في صفحتها. علاش احنا بيدنا نحبوا نعرفوا، خلي السيد عبير موسي اذا ننتظروا اجابه السفاره الامريكيه على هذا. واضح حبيب عشيره، من بين مطالب عبير موسي ومن بين ربما اسباب مراسلتها للسفاره سفاره الولايات المتحده الامريكيه في تونس، تقول انه فما حديث على تدخل اجنبي في المؤتمر المقبل للحزب الدستوري الحر من اجل ربما فرض واقع جديد او ترتيب جديد داخل الحزب، من بين ربما رئاسه عبير موسي للحزب التي لن تعمر ولن تطول. يظهر لي انت بالناس اللي حكيت في 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 انه عبير موسي ربما لن تكون في موقعها أو في مكانها إذا صار مؤتمر ربما للحزب، أو يعني لن تواصل قيادتها لهذا الحزب. سأعلق لي على توجه عبير موسي نحو القضاء الدولي ونحو ربما المؤسسات الدولية ونيتها مراسلة سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في علاقة بربما حديث راشد الغنوشي عن دعم السفارة ليه ولحزبه حسب ما قالته هي في فيديو بتاعها. أنا نتصور مجرد تخبط سياسي، معناها إدراك واضح من عبير موسي والعديد من الأطراف، مش كان عبير موسي، ثم العديد من الأطراف السياسية الآن أدركت أنه بصيغة أو بأخرى المشهد السياسي التونسي يعني ماشي نحو شكل من أشكال الاستقرار، ثم شكل من أشكال التسوية، يعني مسار كسر التجربة وكسر الانتقال يبدو أنها معناها من الماضي، انتهى، ما عادش ثم حديث اليوم على أنه التجربة هذه يمكن الانقلاب عليها بأي شكل من الأشكال، لا سياسيا ولا بشكل عنيف ولا شعبيا، معناها حتى شعبيا أو الشعب التونسي معناها اختبر على امتداد 6 أو 7 شهور معناها في الشارع، وكانت الدعوة للعصيان المدني، وكانت الدعوة لحل البرلمان، وكانت الدعوة إلى التجمهر أمام البرلمان لحله، وكانت الدعوة لإسقاط المنظومة إلى آخره، ولم يستجب الشعب التونسي. يعني شعبيا ما ثماش استجابة لكسر مسار الانتقال، سياسيا الطبقة السياسية في أغلبها تقريبا ماشية لتسويات رغم الصعوبات اللي بيناتها ورغم الاختلاف اللي بيناتها، ماشية نحو تسوية، أنه حاسين البلاد معناها بالحق معناها تستحق أنه الناس تقعد مع بعضها ونشوفوا معناها يعني نعملوا خطوات مع بعضنا الناس كل بجميع أطيافنا السياسية باش ننقذوا البلاد اقتصاديا واجتماعيا. لكن ضروري حبيب عجيل انه تكون في البلاد فما معارضه اليوم، ربما عبير موسي هي الوجه والرمز والفعل الاكثر ربما يعني فيزيبيليتي اليوم في المشهد. تو نوصل لك العبير، يعني ثم احساس انه الطبقه السياسيه ماشيه في هذا الاتجاه، باش تسوي معناها باش تعمل، ثم نوع من انواع الترتيب السياسي للمشهد. ايضا المنظمات المنظمات الوطنيه واضح معناها الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعه والتجاره واتحاد الفلاحين وكذا، كلهم يقولوا للسياسيين يزيونا من العرك، هذا هو عنوان المرحله، يزي من العرك اقعدوا وشوفوا لنا حل واعملوا حكومه وحده وطنيه واسعه، وتقريبا هذا هو اللي باش نمشيو فيه معناها براتيكمون الا من اقصى نفسه مستقبلا.
هذا الكل، هذا الكل في سياق دولي واضح انه قال لنا احنا ما عندناش مشكله في انه نعاونوكم على انكم تستقروا. ثماش تقريبا باستثناء دوله ولا اثنين في العالم اللي متقلقين من التجربة الديمقراطية في تونس وحاولوا قدر الإمكان أنه يستعملوا فرنسا والإمارات. واضح فرنسا والإمارات العربية المتحدة معنا على مستوى العرب الدول العربية، ثم الإمارات تعلن عداء واضح معناها للتجربة الديمقراطية التونسية، وحتى إعلامها بمجرد أنه تقع مشكلة حتى أكسيدون صغير معناها في تركينا من تراكن المشهد السياسي ضخم وتكبر وتعديه مباشر وكذا، وتحاول قدر الإمكان تثبت أنه تونس في وضع معناها انتفاض وفي وضع معناها صراع واحتقان وكذا وقريب ثورة معناها. هذا من جانب. وفرنسا، فرنسا التي عبرت في أكثر من مرة على سوء نيتها تجاهنا، وأتصور أنها سيتغير موقفها قريبا بعد ما وقع في ليبيا معناه والتسوية اللي وقعت في ليبيا. ما عدا ذلك تقريبا كل دول العالم من شرقه إلى غربه يعتبروا التجربة التونسية معقولة، وبالعكس يتسابقون الآن على أنهم يكونوا في علاقة جيدة مع تونس. هذايا اللي ما فهموش، اللي مازال ما فهمش هذايا فهو سيبقى في الوهم، سواء كان موجود داخل البرلمان ولا خارج البرلمان ولا في الرئاسة ولا في الحكومة، اللي مازال يراهن على أنه تونس ممكن تدخل إلى صدام ولا تدخل إلى صراع معناه ينهي التجربة كما انتهت في مصر في يوم من الأيام، ولا مصيرها باش يكون كما كان مصير معناها الثورة في ليبيا ولا في اليمن، راهو غالط، راهو ما ثم حتى معطى معناها يقول هذا. عبير موسي مصرة على أنه تكسر هذه التجربة، لكن اختبرت قوتها بكل معناها بكل أشكالها، عطلت البرلمان ما تعطلش قد يخدم، هبطت الناس للشارع ما هبطوش برشا ناس في الشارع، ما كانتش حاجة كبيرة ياسر. الآن تعمل فيها الشو هذا، مش نمشي نشكي للخارج، انت كنت من أول الناس اللي في وقت بن علي معناها تلوم على المعارضة التونسية كيفاش أنها تستقوى بالخارج، رغم اللي كانت تستقوى بمنظمات حقوقية ما كانتش تستقوى بالدول. ثم لكن في اجتماعها في صفاقس في بوعجيلة أكدت على نفس المعنى، تقول أنه نحن نحترم الولايات المتحدة ونحترم رئيسها ونحترم رئيسها بايدن، لكن يعني نحذروها في هذا المعنى من التدخل ربما في الشأن الوطني. بايدن العبير معناه ولا قلت لي انت معناك يحبوا يطيحوا السيده عبير، بايدن يحب يطيح بايدن معناها متقلق عبير من عبير حزب الحر الدستوري. اي هو الاشكال احمد بلي خاطر اي تو شيء يضحك معناها احنا نحكيه على انه في حزبها ثم تحولات وثم تململ، وحتى في المشهد معناها الدستوري والتجمعي ثم رغبه في بناء معناها حزب محترم مصر على ذلك. حبيب باجيل انه فما في الدستور الحر التململ من عبير موسى فما في سياسه، احنا مش عامله مؤتمر، احنا نشوف الكتله متجانسه ومنسجمه. نعرفهم احمد اي انا نعرفهم سمعتهم ما سمعتهمش لكن نحكي سياسيا ما نحكيش مثلا منهم حد اطراف من كتلتها هنا في صفاقس ولا لا نحكي سياسيا في البرلمان مثلا في المعارك نقولوا احنا اللي تعتبرها السيده عبير موسي كبيره سمعنا كتلتها نعرفوهم تلك لنفر. وثم هل انه معناها قوى دوليه باش تدخل في مؤتمر عبير؟ يعني شكوني هي؟ والله ماش اذا كان يقولها حزب كبير معناها في البلاد، انه مش عارف انا الدساتره قاعدين يناقشوا معاهم دوليا انهم يعملوا حزب معناها واحد ويجمعوا ارواحهم. طبعا الجسم الدستوري جسم كبير، لكن انت من الناس اللي قلت انه فما ربما ترتيب او اعداد لخليفه لعبير موسي في الدستور الحر، وحتى عبير موسي ربما كانت انتقدت تصريحك هذا وكانت عرضته حتى في فيديو لايف في معطيات. يعني اليوم يعني الكلام موجود، الكلام قاعد يدور على انه فما ربما فما ربما حديث على انه نيه لاستبدال عبير موسي او لخلافته في الحزب. هذا لا ياتي من فراغ، من وراء هذا المقترح وهذا البرنامج؟ المعارضين بتاع الحزب الساتره التجمعيين يعتبروا انه يمكن يكونوا ممثلين بشخصيه اخرى اكثر من اهميه واكثر قيمه واكثر تاثير في المشهد السياسي. لو تصور انت الساتره بتاريخهم العظيم اللي يمتد على 100 سنه كما تقول عبير نفسها معناها ايه يختزل في عبير موسي؟ تو هذا كلام يعني تو معقول انت تتصور الدساتره اللي موجودين في البلاد مثقفين وعلماء واطار الدوله وكوادر وكذا باش يفكروا نهار من نهارات ان اذا كان ثم حاجه اسمها
الحزب الدستوري تمثلوا عبير حتى على مستوى السي في بوليتي، معناها السيره السياسيه محدوده جدا، معناها كي تاخذ انت اسماء اخرى حتى من الشباب اللي كانوا شباب في الالفينات كيما حسون الناصفي ولا كيما مش عارف انا مروان فلفال ولا كيما، يعني اسماء كثيره معناها هي اللي قادره تقود العنوان الدستوري ولا التجمع. شنو معناها عبير اللي دخلت عام ما نعرفش وقتاش ودخلت في سياقات وقت اللي الحزب والتجمع معناها ولاو يحركوا فيه حتى معناها العائله نتاع الطرابلسيه واسماء الشباب اللي كانوا موجودين في الجامعه وكذا كانوا مقسيين على المراتب الاولى معناها وما طلعوش معناها في الحزب وخذات هي الامانه العامه المساعد. ايه هذا الكل ينجموا يكونوا شاخوا بيك في مرحله معينه، استعملوك في مرحله معينه باش تكون انت معناها في صراع مع، لكن ما عطيتش انت في المقابل صوره الزعيمة السياسية اللي عندها مشروع، بخلاف انها تسجل في اللايف نهار كامل وتسب في الـ في الـ في الخوانجي. شنو حاجة أخرى؟ هذايا الدساترة ما يحبوش راهو معناها رجال الدولة اللي حكموا البلاد واللي يحبوا توا يكون لهم دور، وشبابهم أساسا اللي يحب يكون لهم دور معناها في مشهد دولي متحول كذا ما يساعدهمش. أنا تمثلهم عبير بصراحة. واضح. منى غيازة، هل هناك فعلا ربما برنامج جدي للتأثير في مؤتمر الدستور الحر إن وقع طبعا وإن يعني كبرتها ياسر يا أحمد والله كبرتها أكثر من لازم السؤال. والله شوف أنا نعتقد طول الأحزاب كلها على خلافها في تكوينها هيكلتها برامجها اللي تحب لكلها الآن في الوقت الحالي قاعدة تمر بتلك المرحلة متاع الغليان، فما الظاهر فيها فما الباطن فيها. شو نقول؟ الحزب اللي يعتقد أنه يمر بهذه الفترة اللي فيها غليان داخلي يكنس قدام داره. شو معناها؟ شو نقصد يكنس قدام داره؟ يشوف إيش قاعد صاير عنده الداخل، هل هو سبب مثلا هل أنا كرئيس أو رئيسة حزب أنا سبب في أن الكتلة متاعي بدأت تفد مني مثلا، هل أنا نعمل في ممارسات غير ديمقراطية داخل حزبي، هل أنه أنا علاقاتي مع برشا ناس أنا فسدتها إلى درجة ما عادش عندي تحالفات ما عادش نجم نعمل توافقات. لعلك نخمو هكاك نجمو نفهمو أكثر ما يدور داخل الحزب. أنا إذا سيدة عبير موسي تشوف اللي هي مش يصير عليها انقلاب، أنا يذولي المؤتمر ننتخبوا فيها مش ننقلبوا فيه. إذا سيد عبير موسي تشوف اللي هي قد يكون لها إشكال انتخابي، إذا هو هذا الإشكال مع ما ينتخبوهاش في الحزب نتاعها، أنا ندعوها بكل لطف إذا اللي هي تشوف اللي داير بها داخل الحزب. شوف مش نرجعوا إلى ممارسات متاع كرونيكور ولا محل سياسي عطى رأيه نهبطوا لايف وحكايات كيما هكا وممارسات لهذه اللي علينا عليها مدة طويلة ياسر. إذا بتشوف راهو التمثيل التمثيل التجمعي والدستوري في البرلمان حتى كمش كلموا بالمقاعد راهو يلزمك تحسب قلب تونس والإصلاح الوطني وتحية تونس وربما اسامي موجودين في احزاب اخرى، راهم هذوما يمثلوا الدساتره معناها انت 16 مقعد معناها. انا مثلا تو انا نذكر مثلا في مؤتمر حركه النهضه انا من الناس مثلا اللي كنت اتمنى انه رشا الغنوشي ما يقعدش في المقاعد الاماميه، كنت اتمنى ان رشا الغنوشي يبعد ولو بصفه غير مباشره على الساحه الرئيسيه وانه مثلا ما يكونش رئيس برلمان، حطوا رئيس برلمان يجمع حوله اكثر توافقات. هذا يعني لينا نعمل في انقلاب على حزب داخل حزب حركة النهضة. على كل حال السؤال وجيه الحقيقة، شنو آليات تصعيد ربما الزعماء داخل أحزاب؟ الموضوع للنقاش. أنا ملاحظة يزي ما عادش تجبد حد، الناس تسب في الناس كله على بعضهم، فهمتي؟ واضح. هذا تحريض يا عبيد، تحرض في الناس علينا. شكرا لك.